كان عندنا لقاء مع شباب من العراقي اللي قدموا على التطوع عام 2019. للتوضيح انهم قدموا على التطوع فقط يعني عن طريق الرابط الالكتروني عندما تنفتح الدعوه اللي استمرت بحدود 15 يوم. وبعد ذلك تم غلق الدعوه لعدم توفر التخصيصات الماليه، والاهم في هذا كله انه الشباب يعني لم يستدعوا ولم يتم فحصهم ولم يتم مقابلتهم. نعم. كان في نيتنا تعيين شباب. نعم. لكن كانت التخصيصات الماليه حقيقه لم تتوفر ومنذ فتره طويله، منذ عام 2019 وقبل عام 2019 ولحد هذه اللحظه ما قاعد تتوفر عندنا تخصيصات ماليه قليله حقيقه بشكل رئيس جدا. وهذا ما جرى انه لا توجد تخصيصات ماليه، لهذا لا نستطيع تعيين الشباب. طيب يعني في 2019 كانت قضيه تخصيصات ماليه، ولكن ايضا تم اعتماد وتفعيل مجلس الخدمه الاتحادي، بالتالي انه هذه الدرجات الوظيفيه مساله التعيينات على ملاك وزاره الدفاع ذهبت الى مجلس الخدمه، وهل هنالك تنسيق بين الوزاره ومجلس الخدمه كما يحصل بين وزارة الصحة؟ يعني المجموعة الطبية والاختصاصات الطبية تم تعيينهم أولا بأول لوجود احتياج، ماذا عن احتياج وزارة الدفاع؟ يا سيدي الكريم، احنا نحتاج إلى مقاتلين شباب تتراوح أعمارهم من 18 سنة إلى 25 سنة، هذا احتياج فعلي. خليكون دقيق وياك، احنا الآن الجيش مالتنا ثلثين جرحى ومصابين، والثلث الآخر كبر سن الأربعين، وفقط احنا بنعمل بثلث ومن الاعمار، لكن لا توجد اي تخصيصات ماليه في موضوع التعيينات بصفه جندي على ملاك وزاره الدفاع. نعم. اثنين، احنا مجلس الخدمه الاتحادي مختص بالتعيينات المدنيه. تمام. واقولها بكل صراحه وهذا على يعني كلام دقيق، احنا ما محتاجين اي تعيين بصفه مدنيه على ملاك وزاره الدفاع. اثنين، احنا قبل فترة تم تحويل حملة الشهادات البكالوريوس. نعم. بحدود 3800 عسكري الى مدني. الى مدني في الدفاع والداخلية كان هذا الامر. نعم. نعم، احنا في الدفاع بدنا نتكلم، يعني بالدفاع 3800. نعم. ما يعادل 2 لواء من الجيش، وهذا غير صحيح. طيب، هل هنالك احصائيه سياده اللواء عن هذه الاعداد الكبيره اللي من الممكن استيعابها في وزاره الدفاع؟ اكو ارقام لحاجه الوزاره؟ سيدي الكريم، احنا انا قلت احنا بحاجه الى شباب. نعم. يعني اليوم يجيني شاب عمره 18 سنه يتطوع على ملاك وزاره الدفاع. حضرتك بينت الفئات العمريه، ولكن الاعداد، يعني هل هنالك اعداد تم تحديد الحاجه اليها؟ يعني احنا محتاجين، هذا ما تقرر حسب التخطيط اللي عندنا ومده النهج والدفاع والمتطلبات اللي تحتاجها وزاره الدفاع، لكن كعدد يعني ما امتلك يعني حقيقه العدد الدقيق اللي نحتاجه، لكن انا من اقول لك انه احنا الان عندنا ثلثين هم بين جرحى ومصابين وكبار بالسن واعمار تجاوزت ال 40 سنه، يعني احنا بحاجه فعليه الى شباب. بالعكس، احنا نريد تخصيصات ماليه، الغايه منها انه نفتح باب التطوع. وبالنسبه للشباب اللي اليوم انا التقيت وياهم، هذول الابطال اللي حقيقه صار لهم فتره يظاهرون ويجون وعندهم رغبه بخدمه العراق وخدمه وطنهم، هذا شيء مفرح. بالعكس، احنا وياهم ونتمنى انه نسببهم ضمن المؤسسه العسكريه. وحقيقه انا اليوم تكلمت وياهم وقلت لهم بالحرف الواحد، في حال ان فتحت او فتح باب التطوع وتم تخصيص التخصيصات الماليه، نعم، ساسعى جاهدا في اول مجموعه لهؤلاء الشباب اللي حقيقه صار لهم فتره يراجعون ويظاهرون، وهذا دليل على حبهم للوطن واندفاعهم باتجاه المؤسسه العسكريه العراقيه.